قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حياة رحلة فيها القلب رحال مشاهد الرحلة أسرار وأحوال سافر مع الأزمان اقرأ سطور الكون كل مشهد بعنوان وكل مشهد لون للحياة رحلة فيها القلب رحال مشاهد الرحلة أسرار وأحوال هذه الدنيا الجميلة التي نعيش فيها بألوانها وأنهارها وجمالها وقصورها ودورها هي في الحقيقة سجن، لكنها سجن لمن؟ سجن للمؤمن لما سيراه من نعيم في الجنة بعد الموت. الدنيا بجمالها بالنسبة للمؤمن سجن، لكنها بالنسبة للكافر جنة. لكن هذه الدنيا أيضا داخلها سجون جعلها الناس واستخدمها الناس، أحيانا يستحق أصحابها السجن، أحيانا يدخل الإنسان إليها ظلما. ذو القرنين سجن يأجوج ومأجوج بين جبلين وجعل عليهما سدا لأنهم استحقوا هذا السجن. لكن المصيبة أن في الأرض أناس يسجنون ظلما، وأناس ربما سجنوا لأنهم آمنوا بالله عز وجل. وكم من الناس اليوم يسجنون لأنهم قالوا كلمة الحق، لأنهم صدعوا بالحق ولهذا سجنوا. يوسف عليه السلام نبي الله الذي اصطفاه الله عز وجل أدخل إلى السجن ظلما. كان يعيش في قصر يخدم أهله، لكن القصر كان بالنسبة له سجن لأنه داعية إلى الله جل وعلا، هو يبلغ دين الله في الأرض، اضطر أن يعيش في ذلك القصر. اتهم يوسف عليه السلام بأمور هو بريء منها، تكلموا عليه مع أنه أعف الناس وأطهر الناس، لكنهم اتهموه بعرضه، فرفع يديه إلى السماء قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هددته امرأة العزيز إذا ما استجاب لأمرها ولضغطها، إذا ما استجاب لها فإنها ستسجنه. فاختار أمرين، إما الشهوات وإما السجن، تفضل السجن. ولو اختار العافية لأعطاه الله عز وجل إياها. لا يتمنى الإنسان أن يدخل السجن، ولا يتمنى المؤمن البلاء، بل يسأل الله العافية. يوسف عليه السلام سأل الله السجن، ولهذا أعطاه الله عز وجل السجن. ولو طلب من ربه العافية لأعطاه الله عز وجل العافية. أمر العزيز في ذلك القصر أن يدخل يوسف عليه السلام إلى السجن. دخل يوسف السجن فرأى فيه أناسا مساكين، الكثير منهم مظلوم، أيسوا من الحياة، عذاب وجوع وقهر داخل هذا السجن. الناس قد أيسوا من كل أمل، فقدوا الأمل بالحياة. دخل يوسف عليه السلام فكان بمثابة الحياة لهم، أمل جديد لأصحاب السجن ولمن هم في السجن. من هذا؟ رجل يأتي إلى مريضهم يداويه، إلى مكلومهم يعالجه، يأتي إلى هذا المهموم يزيل همه ويدخل السرور في قلبه. يا الله، أي إنسان هذا؟ هو أصلا مظلوم، هو أصلا أدخل السجن ظلما وأشيع عنه كلام ليس بصحيح، ومع هذا لم يبالي بنفسه. يصبر هذا، يثبت هذا، يهون على هذا، يدخل السرور في قلب هذا،
حتى رآه أصحاب السجن فعجبوا من أمره، قالوا: إنا نراك إنا نراك من المحسنين. قيام ليل، صيام نهار، ذكر لله عز وجل، أي شاب هذا النور على وجهه؟ قالوا له: من أنت؟ قال: أنا نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. سبحان الله، أي دعوة تدعو إليها وأي دين هذا؟ فرد عليهم: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يدعو إلى الله عز وجل داخل السجن. أيهم الآن الذي في السجن؟ أولئك الذين كانوا مع يوسف وراء القضبان، أم العزيز وأصحابه وجنوده في القصر؟ من الحقيقة في السجن؟ المسجون حقا من سجن وحبس عن ربه عز وجل. كان أصحاب السجن بعد أن فقدوا الأمل بالحياة، عاشوا بعد دخول يوسف في السجن أحلى حياة، بل كان من أخرج منهم من سجنه وأفرج عنه يعود مرة أخرى يطلب منهم أن يعيدوه إلى السجن. ليش؟ وجد الحياة كلها، وجد النور، خارج السجن ظلام، خارج السجن هو السجن الحقيقي. أما بصحبة يوسف عليه السلام فهي أجمل حياة. عاتبه ملك من الملائكة، عاتب نبي الله يوسف عليه السلام، لما ظن أن رجلا من الاثنين الذين فسر لهما الحلم أو الرؤيا ظن أنه سينجو، ماذا قال له يوسف عليه السلام؟ قال له: اذكرني عند ربك، أي قل لمن في القصر ولسيدك عني وعن الظلم الذي تعرضت له. فجاءه ملك من الملائكة، قال: يا يوسف، من الذي نجاك من إخوتك؟ قال يوسف: الله. قال: من الذي حررك من الرق؟ قال: الله. قال: من الذي نجاك من امرأة العزيز؟ قال: الله. قال: لما طلبت الخروج من السجن من غير الله؟ ليش طلبت من إنسان؟ أنت نبي، مع أنه يجوز الواحد يسأل إنسان حي أي شيء يساعده، لكن أنت نبي غير، أنت لا تتوكل ولا تسأل إلا الله عز وجل، أنت القمة في التوكل على الله. ولهذا لبت في السجن بضع سنين، سجن ليوسف عليه السلام، لكنه في الحقيقة ما كان سجنا، كان هي الحياة كلها. يقول أحدهم لما أدخل السجن، شاب يقول: أدخلت السجن 18 سنة وأنا فيه لجريمة ارتكبتها. يقول: دخلت السجن لا أعرف ربي. يقول: لكنني لما دخلت بدأت أتوجه إلى الله. كم يصلح السجن من أناس. يقول: بدأت أصلي ولم أكن أصلي حتى قيام الليل، عرفت صيام التطوع في السجن. قال لي بعض الذين في السجن: ما رأيك أن تحفظ القرآن معنا؟ يقول: بدأت بحفظ القرآن وحفظته كله، طلبت العلم الشرعي حتى صرت من طلبة العلم ومن حفاظ القرآن وممن يلتزمون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: دخلت السجن إنسانا وخرجت منه مولودا آخر. كم من الأولياء ممن يدخل السجن ظلما؟ الشيخ أحمد ياسين رحمه الله مقعد على كرسيه أدخل السجن، لكنه وهو في السجن قلبه حي طليق، أحيا أمة من الأمم وهو داخل السجن. السجن لا يخوف الصالحين ولا يمنع الدعاة إلى الله من تبليغ دين الله عز وجل. Mm-hmm.
السجن في الغالب للمجرمين، لقطاع الطرق، للسارقين، للظالمين، السجن للقتلة والمجرمين، لكنه أحيانا يودع فيه بعض الصالحين لصلاحه يدخل إلى السجن. أحيانا بعض العلماء لصدعه بالحق يودع في ذلك السجن، يدخل إليه مع أنه صالح عالم عابد، لكن للأسف يودع إلى سجن مع المجرمين. عالم من العلماء اسمه السرخسي، أحد علماء الأحناف، أودع السجن لأنه قال كلمة الحق أمام الخاقان وهو الوالي. قال كلمة الحق أمامه لم يأبح ولم يخف في الله لومة لائم، فأدخل السجن وهو من هو في علمه وفضله. دخل السجن لكنه مع هذا لم يتوقف عن تعليم العلم وتعلمه وتعليمه للناس. ألف كتابا اسمه المبسوط في الفقه الحنفي، سعته 20 مجلدا. أين ألفه؟ وهو في سجنه. نعم سجن، لكنه ما توقف عن البذل والعطاء، ما توقف عن تعليم العلم للناس وتأليف الكتب. الحسن البصري يمشي في طرقات واسط، مدينة بالعراق، وهو يمشي رأى رجلا كأنه نبش من قبره. يقول الحسن البصري ففزعت منه، شكل خوف، كأن رجل مدفون وخرج من قبره يمشي بين الناس. يقول ففزعت منه، أشعث الرأس، أغبر، رجل هزيل الجسد. فلما نظرت إليه فزع مني. قلت سبحان الله، من أنت ومن أين خرجت؟ قال أنا مسجون في سجن الحجاج، وكم سجن الحجاج من المظلومين. قال سجنت في سجن الحجاج 3 سنين، 3 سنواتها في السجن ظلما، وكم في السجن من مظلوم. يقول لا أدري في أي مكان عشت، 3 سنوات كأني لست بالدنيا. يقول والبارحة أخذ بعض الناس من السجن وقطعت رؤوسهم، جاء السياف فأخذ بعض أصحابي وزملائي في السجن فقطعت رؤوسهم، ثم قال لي السجان موعدك في اليوم الآخر. يعني هؤلاء الجزء الأول ومن بقي في السجن ستقطع رؤوسهم غدا. يقول فخفت وفزعت وجعلت أتوسل وأبكي طوال الليل خوفا من ذبحي وقتلي. وهو في السجن بات ليلته خائفا فزعا وجلا، فإنه سيموت في اليوم الآخر. يقول إذ نمت تلك الليلة فجاءني في المنام رجل يعلمني دعاء، ثم قال لي قم فصلي 2 ركعتين لله عز وجل. يقول ففزعت من نومي وقمت أصلي وقلت نفس الدعاء الذي علمني إياه من جاءني في المنام، أستغيث به بالله جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول وأنا أصلي وأدعو الله عز وجل، فجأة يقول إذ سقط القيد من يدي لوحده. يقول فنظرت إلى السجان فلم أجده، وإذا الباب باب السجن مفتوح. يقول وإذا خرجت ولم يرني أحد. يقول لا أدري ما الذي حصل وكيف حصل وما الذي جرى ومن الذي أجراه، إنه الله عز وجل. يقول فخرجت من السجن أركض حتى رأيتني أنت الآن، من الذي نجاه من السجن؟ إنه الله جل وعلا. رجل آخر من العباد، من العلماء، من النابغة الذين إلى اليوم يعتمد الناس عليهم في علمهم، من؟ إنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. سجن ليست مرة ولا مرتين ولا 7 مرات يسجن ويخرج من السجن. سجن لأي شيء؟
لأنه يقول كلمة الحق. سجن لماذا؟ لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شيخ الإسلام ابن تيمية في إحدى مرات سجنه دخل ومعه تلميذه ابن القيم رحمه الله، يقول فلما أغلق الباب باب السجن عليه فإذا به يبتسم، يبتسم ابن تيمية وباب السجن يغلق عليه، أدخل السجن ظلما. طيب ليش يبتسم؟ لأنه تذكر آية في القرآن، وأي آية هذه؟ فضرب بينهم بسور له باب، كأن هذا السور هو باب السجن. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول هذا السجن الناس يظنون عذاب، من برا يشوفون عذاب، لكن ما يدرون داخل هذا السجن رحمة من الله جل وعلا. أي رحمة يا ابن تيمية؟ تعرفون أي رحمة؟ لما سجن إحدى مرات سجنه يقول لمن حوله، يقول ما يفعل أعدائي بي؟ شو يسوون فيني؟ ترى ما يقدرون علي. يقول أنا جنتي في صدري، يعني احبسوني، اربطوني، قيدوني، افعلوا ما تفعلوا فإن الجنة التي في صدري لن يخرجها أحد من صدري. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو عايش في طمأنينة، ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا بسجنه. يقول أنا جنتي في صدري، سجني خلوة. يا الله ما أجمل هذه الكلمات. ابن تيمية يقول السجن بالنسبة لي خلوة، عزلة عن الناس، أتفرغ فيها لعبادة ربي عز وجل، أرفع يدي، أطيل الصلاة، أكثر الذكر، لا يشغلني شيء من الدنيا، كل وقتي بأي شيء؟ بالعبادة. سجني خلوة. من فكر من العباد ممن سجن، من فكر من المظلومين ممن سجن، من فكر حتى من التائبين العصاة ممن تاب في السجن، أن هذا السجن فرصة، فرصة أن تختلي فيه مع الله عز وجل. قال سجني خلوة، قتلي شهادة، نفي سياحة، ما يفعل أعدائي بي. ابن تيمية داخل السجن بدأ يؤلف المؤلفات ويصنف المصنفات ويفتي للناس، ويزوره طلاب العلم في السجن، يزوره ليكتبوا عنه العلم الذي في صدره. ألف الفتاوى، شفت الفتاوى التي يعتمد عليها طلاب الآن الماجستير والدكتوراه، يحللون ويفككون الفتاوى في رسالات الماجستير والدكتوراه. أين ألف الفتاوى؟ في السجن. درء تعارض العقل والنقل التي لا يفهمها أي إنسان، أين ألفها ابن تيمية؟ ألفها في السجن. كثير من مؤلفاته الصعبة والتي يحتاج إليها كل العلماء اليوم ألفها في السجن. أخذت منه الكتب، أخذت منه الأوراق، أخذت وسلبت منه الأقلام، فأخذ يكتب بالفحم، بالفحم يكتب على الجدران، يؤلف ويصنف المصنفات. لما سلبوا عنه كل شيء أخذ يقرأ القرآن ويختمه آخر حياته في السجن. ختم القرآن 81 مرة، في رقم 81 أخذ يقرأ القرآن من صدره حتى وصل إلى قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم فاضت روحه إلى بارئها. شيخ الإسلام أين مات؟ مات في سجن مظلوما. من الماضي شبه ومشاهد الأيام فيها حكمة.
تهدي لنا ذوب النجاة لنتجه. يا ظالما كيف المنام وحرقة في قلب مظلوم يعاني من قهر، فبدعوة مرفوعة مقبولة تلقى عذابا قاسيا طول العمر، تلقى عذابا قاسيا طول العمر. أيامنا تحكي لنا عن حالنا، أحوالنا فيها من الماضي شبه، ومشاهد الأيام فيها حكمة تهدي لنا درب النجاة لنتجه. لا يعني حديثنا عن السجن أن الإنسان يتمنى السجن، فالسجن بلاء لا يتمناه المؤمن، والحرية عافية يشكر الرب عز وجل عليها. الصالحون يسجنون، هذا إمام أهل السنة والجماعة ولا فخر. من؟ إنه أحمد بن حنبل. أدخل السجن على أي شيء؟ أدخل لأنه دافع عن العقيدة وثبت عليها، قال ما قاله الله في القرآن، إنه كلام الله غير مخلوق، لم يستطع أحد أن يثبت على تلك المقولة وعلى عقيدة الصحابة والتابعين إلى الإمام أحمد، فكان جزاؤه السجن. ذلك الشيخ الكبير، ذلك الذي ضعف جسمه وهزل وضعفت بنيته وشابت لحيته، أدخل السجن في ليلة باردة في سجن بغداد، فأخذ يتلمس في ظلام الليل يبحث عن ماء والبرد شديد، فوجد ماء فتوضأ وظل يصلي الليل كله. جاء به المعتصم وجاء بالعلماء من المعتزلة ليناظروه، فغلبهم جميعا فلم يستطع عليه، فجاء له بعشرة من أقوى الجلادين وقال لكل جلاد اضرب بأقوى ما عندك ثم اخرج، ويأتي الجلاد الآخر. فنزع رداء الإمام أحمد وعلق، وأخذوا يضربونه ضربا حتى سقط على الأرض، ثم وطأوه بأقدامهم فظن الناس أنه مات وسال الدم من جسمه. من؟ إنه الإمام أحمد. فلما استفاق في السجن، كان هناك بعض أصحابه في السجن يريدون أن يطعموه، فلما أرادوا أن يطعموه قال لا. قالوا ولما؟ قال إني امرؤ صائم، وسرد الصوم 30 شهرا في سجنه حتى خرج. الإمام أحمد كيف كان يقضي ليله في السجن بقيام الليل، كيف كان يقضي نهاره بالسجن بالصيام، كان يرفع يديه إلى الله عز وجل، لم يثنه السجن عن قول كلمة الحق. هكذا الصالحون، هكذا العلماء، لا يخافون من السجن أصلا. الإمام الأكبر والأعظم أبو حنيفة أدخل السجن لكنه صبر. الإمام مالك أدخل السجن وعلق بالسجن حتى خرج من السجن لا يستطيع أن يضع يديه على صدره في الصلاة. الشافعي سجن، الثوري سجن، الإمام ابن الجوزي سجن، هذا العز بن عبد السلام أنكر على الحاكم في زمنه اسمه إسماعيل الصالح، أنكر عليه ولاءه للصليبيين فأدخله السجن، وظل فترة طويلة في السجن يعذب. ظن هذا الملك أن العزة ابن عبد السلام سلطان العلماء سيثنيه السجن عن قول الحق، فأراد أن يظهر قوته وعزته هذا الملك الظالم، فقال للناس وقال للسجان: اذهب إلى العز ابن عبد السلام وقل له إذا أردت أن تخرج من السجن بشرط واحد، وما هو الشرط؟ أن تقبل يد الملك. يريد أن يذله، ظن أن السجن يذل
ويثني الصالحين والعلماء والدعاة إلى الله عز وجل. فجاء السجان وقال للعز بن عبد السلام: سيخرجك الملك من السجن بشرط أن تقبل يده. فضحك. قال: وما الذي يضحكك؟ قال: أنا لا أقبل أن يقبل هو يدي، أنا ما أتنازل أن يقبل هذا الرجل الظالم يدي، فكيف أقبل أنا يده؟ يا قوم، أنتم في واد ونحن في واد آخر. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. حتى لما سئل ابن تيمية وهو في سجنه عن الحبس، قال: المحبوس من حبس قلبه عن طاعة ربه، والمأسور من أسره هواه. ليس المحبوس من أدخل السجن، بل من منع عن عبادة ربه، هذا هو المحبوس. والذي قيدته شهواته وملذاته هذا هو المسجون. أما الذي يختلي بطاعة ربه، والله لو كان في بئر. وكان سجن الأولين عذاب، كان بعضهم يرمى في بئر. هذا الفضل بن يحيى سجن مع ابنه وهو أحد الصالحين، أدخل مع أبيه في سجن ضيق بارد. كان الفضل إذا جاء الليل وبدأ آخره كان يأخذ إناء فيه ماء ويقربه إلى نار في السجن، شعلة نار، يقرب الماء إليه حتى يدفئ الماء لأبيه. فإذا قام أبوه آخر الليل وجد الماء دافئا، بره لأبيه داخل السجن. حتى رآهما السجان فأطفأ الشعلة في السجن. ماذا يفعل وماذا يصنع وكيف يدفئ الماء لأبيه؟ احتضن الابن إناء الماء طوال الليل حتى تنتقل حرارة الجسم إلى الماء، حتى إذا استيقظ أبوه لصلاة الفجر وجد الماء دافئا. رجال لا تخيفهم السجون، أبطال لا تثنيهم أعمدة وقضبان السجون، بل سجنهم خلوة مع الله جل وعلا، ذكر وقرآن وعبادة وقيام ليل ودعوة إلى الله عز وجل. أنبياء سجنوا، صحابة سجنوا، علماء ودعاة سجنوا، مجاهدون في سبيل الله سجنوا. كم تمتلئ اليوم سجون الصهاينة في فلسطين بآلاف من المجاهدين في سبيل الله؟ هل خوفتهم السجون؟ ما زادتهم إلا إيمانا، إلا إصرارا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا يضرهم سجن ولا يخيفهم، بل يصدعون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. نختم بقصة لسيد قطب رحمه الله. أدخل السجن فاختلى بينه وبين نفسه، فألف كتابا سماه في ظلال القرآن. كم استفادت الأمة من هذا الكتاب؟ متى ألفه؟ وهو في السجن. الصالحون ألفوا الكتب في السجون، طلبوا العلم في السجون، علموا الناس في السجون، دعوا إلى الله عز وجل في السجون. ما ضرهم أنهم دخلوا السجن، بل هذا الأمر رفعهم عند الله عز وجل. لكل حادثة مقاصد، فاخذ المعاني من كدائي ألقت إليك بها مشاهد. قد أنست بماضيها الحواضر ومضى على الأثر المسافر، فإذا وقفت وقوف حائر فاسمع إلى الماضي وشاهد. بحر الحياة إليك ألقى، عبر الزمان تساق سوقا، أرأيت في دنياك أشقى ممن تعامى وهو